وفي بارتيك موجوده في الجامعه التونسيه ومحلاه عقليه تنجم تتدرس موجوده والطلبه يعرفوها لكن وقت ما تلقاش شكون يتواجد معك ما تلقاش شكون يسمعك دونك يظهر لي ثم قوه تصعيديه ثم في اطار دول ما يخوله الدستور. والله اجي نقول لك لهنا نناقشك شويه على السيده واسمح لي مازال هاو زدنا احنا الوقت معناتها انت تقولي ما تلقاش شكون يسمعك وما فماش تجاوب على اساس قلت لي امور قانونيه ويلزم الوزير هو اللي يبعث لكم الوزاره تقول لا احنا بعثنا له مدير ديوان وهي مراسله وهو التليفونات وكلمناهم وكذا وهما اللي قاطعين باب الحوار تو ما فماش شكون اللي مسكر على الاخر مسكر على الاخر وفي الاخر عندكم طلبه هما اللي بيناتكم ونوتاتش احنا الطلبه هذوك ما احنا كنا طلبه الوزير كان طالب واليوم احنا الاساتذه هذوك مقطعه منا ولا عمليه بيداغوجيه ولا عمليه بحثيه علميه الا بالطلبه احنا نقوموا بحفريات والطلبه اللي يقوموا فيها ماش نجيبوا في عمال نعرفوا مصلحتهم لانه مصلحتهم من مصلحه الجامعه التونسيه ومن مصلحه البلاد اما اذا كان تحب على جامعه مستنيره على جامعه متقدمه وبلاد متقدم عليك باحترام الجامعيين نهار الجامعيين ما تحترمهمش ما تكون وزارتك محترمه ومين قله الاحترام قلة الاحترام في التشاركية العرجاء في عدم الاستعمال في انك تذكر الهيئات البيداغوجية مشاركة معك في الاصلاح النقابة معك مشاركة معك في الاصلاح وفعليا هذا مثلا منه حتى شيء يا اخي احنا نحبوا وسائل الاعلام تاعنا تمشي تعمل سونداج اوبخي دي جون شوفوا الكلام ما يسوق له في 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 المصادح موجود فعليا ام لا المواطن تجي تضربوا بمعلومة يقتنع يقول لك الوزير قال المسؤول قال نمشي للواقع معك باحترام المسؤولين احنا لا يهمنا الشخص اللي هم المؤسسة دونك يهديكم دونك ثم دعوة إلى أنه نقعدوا مع بعضنا الناس كل ثم دعوة الاهتمام بالجامعة التونسية الجامعة العمومية اللي قاعدة تتآكل ثم اهتمام بوضعية الأستاذ الجامعي المفقر اليوم وجلدي المطالب هي نوعان ثم مطالب مادية ومطالب أخرى حول الترقيات والانتدابات المطالب المادية نقولها لك تباعا الدخول المطالب هي الدخول في مفاوضات لإقرار زيادة خاصة بالقطاع تكون مجزية ومعتبرة على غرار ما تم مؤخرا في أسلاك أخرى على أي أساس على قاعدة احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية احنا اليوم أقل أستاذ في الجامعة عنده باك بلس 6 وإحنا نشوفه في قطاعات أخرى قداش خذاو اللي هما عندهم أقل من باك بلس 6 اليوم راك عندك وزارة تمول لك في الوزارات الأخرين تطيح الوزارة المطلب الثاني هو المتخلدات عند الوزارة ثم فلوس متخلدة متصح عليه الوزارة من 2012 منحة العودة والوزارة تعرفها اثنين الربط بين الارتقاء العلمي على القائم على أساس التقدم في البحث الأكاديمي والتحصل على امتيازات مادية ومعنوية تقنين منح التنسيق البيداغوجي مضاعفة التحفيز على التأطير راك تأطر طلبة باش تخرجهم بتأطير جيد هناك متابعة وهناك وقت في الماجستير وفي الأطروحات بالنسبة لكافة الجامعيين ثم الإسراع بتفعيل مشروع تعاوني الجامعين حاجة أخرى وهامة لا تقل أهمية هو الانتداب اليوم أسرع ونقطة بالنسبة هذه اليوم عندنا نزيف إمراجي زملاء خارجين دول خليج تحسين وضعيتهم الماضية من حقهم اليوم عندنا زملاء قاعدة تخرج للتقاعد اليوم عندنا ما لا يقل على 1500 ولا 1800 أطروحة وقعت مناقشتها الوقت لم يعد يسمح اليوم هذه الطلبة أصبحت على استعداد أنها تخدم لكن في المقابل باب الانتداب لم يفتح ويقول لك أنا ما عنديش ديبوست في حين انه عندنا قرار ممضى من طرف السيد الوزير نفسه بتاريخ 24 جويليه يقول على انه الوزاره التعليم العالي كوزاره اعتباريه مش يقع فتح الخطط فيها الى اليوم ما ثمش ترقيات حلت اما حاجه بلاكياسيون دي بوست بيوجيتير انتداب راه اليوم الاساتذه الجامعيين يقريوا اكثر من وقتهم ما حاش الناس بصويع زايده نحبوا الناس تخدم نحبوا الناس اللي خدم الدكتوراه نتاعو هذاك يدخل الجامعه نحبوا ثم امل ثم تداول في الجامعه التونسيه اذا كان باش تسكر باب الانتداب باعتبار انه ثم املاءات من صناديق دوليه فانه هذا غير معقول ان يكون في الجامعه لان جامعتك هي المرار نتاعك تسقط الجامعه العموميه فانك ما عادش تنجم تلقى خيار اخر غير التاخر في السلم وشكرا.